السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيوات بنات أمجاد من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كريم باتيسير تقليدي لي تراديسيونيل واللي كيخدموا به دابا لي فرونسيز اللي رائع، وكيخدموا به المخابز الكبار الفرنسية، وكيجي رائع وكيجي أحسن من اللي كنديروه بالكريمات البودرة. ندوزو المقادير. كما كتشوفوا هنايا عندي ثلاثة البيضات وعندي بيضة كاملة. هنا غادي نحتاج ثلاثة صفار ديال البيضة وبيضة كاملة. عندي هنا فانيا، عندي هنايا 50 غرام ديال الدقيق، هو اللي غيعوض ليا البودرة. وهنايا عندي 125 غرام ديال السنيدة، وعندي سترة الحليب خضر. أول حاجة غادي ناخدو هنا كي كتشوفو غنديرو عرس صفر البيض، يعني كنحاولو نحيدو البيض البيض، نديرو عرس صفر البيضة. هنا كما كتشوفو درنا ثلاثة صفار بيضة، درنا ثلاثة ديال صفار بيضة، ودابا غنديرو بيضة كاملة. غادي نطرب مزيان الفاني، مع نطرب الفاني مع البيض، وهاد السنيدة غنديرها مع الحليب، وغنديها فوق البوطة. وغادي نضرب هاد المقادير كاملة. كما كتشوفو غنضرب السكر مزيان مع هاد هادو الفانيا. هنا كي كتشوفو غنزيدو شويه الدقيق، ومن بعد ما الحليب سخن لينا غنزيدو واحد شويه بالزربه، خصنا نحركو بالزربه باش ما يطيحش لينا القليل. وغادي ندير واحد الصفايه، نصفي ولا تكون شي حبات ولا شي حاجه. خاص العملية تتم بالزربة، نحركو بحال هكا، ودابا نديو فوق البوطة باش يندمج لينا هادشي. نبقاو نحركو نحركو تيبقى لينا الخليط ديالنا. كما كتشوفو معايا ها هو الخليط بدا كيتقال ليا، كنبقاو نحركو تيتقال لينا الخليط. هو بدا كيتقال كما كتشوفو، منوقفوش من التحرك، هو بدا كيتقال كي كتشوفو الخليط راه بدا كيتقال. شتو كما كتشوفو، غنحاول بعد الكاميرا، ها هو تقال لي الخليط ديالي.
صدقوني راه كيجي رائع، وكما كتشوفوا ما درت فيه حتى شي حاجه من غير الدقيق. دابا صافي صار واجد، ها هو كي كتشوفوا ها هو عقاد ليا الكريمه ديالي. ودابا غادي نحيدو ونطلقو عند تقليب الطاسه. هنا لا كريم ديالنا بردات في الثلاجه وجات رائعه واكثر من رائعه، واحد المذاق لا زوين زوين بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتنال ارضاكم وتبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم، وما تنساوش تعملوا لايك للقناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وصدقوني ان كريم ديديس وزوينه وبواحد المذاق رائع احسن من هذاك اللي كنلقاو في الغبره ديال الكريم باتيسري اللي كتكون يعني ديجا موجوده ما فيها لا مذاق لا لوغو لا والو. هذه صدقوني غتجربوها وغادي تعطوني الراي ديالكم وما غاديش ندموا ان شاء الله. راها جات رائعه رائعه بهذا المعنى وجات زوينه، يعني ما تحتاجوش انكم تبقاو ديروا كاع هذيك يعني ديال الغبره، وراه المقادير يعني عاديه ومتوفره في كل بيت. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتبارطاجوها كما قلت مع صحابكم واحبابكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم جديد. وصدقوني راه كريم جات رائعه بهذا المعنى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.